مطالبات دولية بحل الميليشيات التابعة لحكومة الصخيرات، ووقف تدخل تركيا ومرتزقتها في شؤون البلاد، حيث طالبت الحكومة الأمريكية حكومة الصخيرات بتسريح وحل الميليشيات في المنطقة الغربية، كما شددت في بيانها الذي نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا على معارضتها لجميع التدخلات الأجنبية. مطالبات المجتمع الدولي من تركيا بكف أذاها عن ليبيا وعدم تدخلها في شؤونها مستمرة. فمن جانبه بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير التركي لدى روسيا محمد سمسار الوضع في ليبيا حيث تم خلال المحادثات تبادل شامل للأراء بشأن الوضع الحالي مع التركيز على ضرورة الوقف السريع لتصعيد العنف وعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية التدخل التركي الداعم للإرهاب في ليبيا والذي يشكل خطرا على المنطقة وعلاقة الاتحاد الاوروبي الغير واضحة معه، دعا إلى أن تقوم الحكومة الفرنسية بمطالبة الاتحاد الاوروبي بمناقشة معمقة لعلاقته مع تركيا، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا تشدد على ضرورة إجراء مناقشة موسعة وحقيقية للاتحاد الاوروبي بخصوص علاقته مع تركيا. تاتي هذه التصريحات خصوصا وان الرئيس الفرنسي اوضح بان الدور التركي خطير وداعم للارهاب في المنطقه استنكار دولي لما تقوم به تركيا من تدخلات وزج متواصل بالمرتزقه الى ليبيا حيث اكد نائب المبعوث الخاص للامم المتحده في ليبيا ان تدفق المرتزقه الاجانب خطر حقيقي يهدد كل الليبيين